بالنسبة للدرجة السادسة، وده بيهم برضو شريحة كبيرة جدا من الدرجات الأقل في السلم الوظيفي أو حتى حديثي التعيين. هنا بنتكلم على رفع الحد الأدنى من 3500 إلى 4000. ده تقريبا يعني هيستفيد منه كام موظف، أو مش عارف هيبقى نسبتهم قد إيه من الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي القيمة دي متوقع تكون قد إيه؟ قيمة الحزمة دي أو القرار ده. هو عايز اقول لحضرتك اولا ده مش هيستفيد منه الموظف صغار الموظفين فقط هم اللي لسه في بدايه التعيين في الدرجه السادسه، ولكن هذا المبلغ ال 500 جنيه الفرق دول هيستفيد بيهم شاغل الدرجه السادسه في بدايه السلم الوظيفي. وهيزيد ايضا ده شاغل الدرجه الخامسه والرابعه والثالثه والثانيه والاولى والمدير العام وال ازاي يا فندم؟ جميع درجات السلم الوظيفي بكاملهم كل واحد فيهم هيزيد الحد الادنى ليه بهذا المبلغ اذا كانه لسه ما وصلش للحد الادنى. طيب من تخطى الحد الادنى خلاص هو مش هيستفيد منه. وبالتالي دايما الحد الادنى بيخاطب اصحاب الدخول المحدوده. طيب افهم، معلش سامحني فضل. يعني مثلا لو حد درجه رابعه والحد الادنى مثلا اللي هو كان عليه مثلا مربوط على 3000 مثلا، صح كده مثلا، يعني يبقى في الحاله دي هيوصل بشكل تلقائي ل 4000. اقول لحضرتك اتفضل. الحد الادنى بنتكلم النهارده على الدرجه السادسه، خلينا ناخد في الدرجه السادسه تحديدا، يعني الدرجه السادسه النهارده بنقول 3000 ونص، 3500 ده كان موجود، النهارده بنتكلم على هيبقى 4000. لو افترضنا ان في واحد في الدرجه السادسه ياخد 7000 جنيه هو لن يستفيد من رفع الحد الادنى لان هو متخطي الحد الادنى المقرر، ولكن لو كان دخل او مرتبه اقل من 3000 او اكثر هيوصل لل 4000 كحد ادنى، ولكن يزيد لو جهه العمل بتاعته فيها نظم اثابه وتعطي له 5000 7000 8000 10000 هذا لن يستفيد من الحد الادنى، ولكن يستفيد منه فقط من هو دون الحد الادنى المقرر. طيب يبقى بالتالي اي درجه وظيفيه لا يتحصل على ما وصلش ال 4000 هيصل بالتالي حده الادنى ل 4000 اعتبارا من اول اكتوبر. هو استاذ عمرو صح كده؟ درجات الوظيفيه مختلفه. ايوه درجات وظيفيه مختلفه. تزيد لحد الدرجه العاليه. فكل درجه وظيفيه اذا كان الحد الادنى المقرر ليها بقرار مجلس الوزراء لم يصل اليه هذا الموظف هيستفيد بالدعم بال 500 جنيه فرق. طب دي بالتالي واضح ان هي هتخاطب شريحه كبيره وشريحه متغيره، يعني اعتقد لسه بيتم بقى حصرها جوه الماليه او الجهاز المركزي الله اعلم يعني. علشان كده مش محدد سلفا هو كم واحد هيستفيد لان لسه ما تحددش بالتالي. بتعرف مين فوق الحد الادنى ومين تحت الحد الادنى ومين هيستفيد من المبلغ ده. طب ده رقم مفتوح. نعم. ده كده واضح ان رقم كبير ومفتوح، يعني متوقع تقريبيا يكون كام؟ ولكن ما عنديش، بس ما اقولش ارقام مش موثوق منها. تمام. يمكن ما عنديش تقدير للرقم اللي قد يستفيد، لكن بالتاكيد كل من هو دون هذا الرقم بالنسبه للدرجات الوظيفيه المختلفه سوف يستفيد. ممكن ياخد 500 جنيه، ممكن ياخد 400 على فكره، ممكن ياخد 300 اللي هو الفرق ما بين اللي يكمل له الحد الادنى المقرر للدرجه بتاعته. طيب ممكن سؤال، اسمح لي استاذ محمد، ممكن حد يساله يقول طب الحقيقه احنا شفنا خلال السنتين والسنه اللي فاتت وكام شهر اللي فاتوا اكتر من تحريك، منهم كان الاخير في اكتوبر لو انا ما كنتش غلطان ب 67 مليار مثلا، ده كان في الموازنه اللي فاتت، دي في الموازنه الحاليه. الى اي مدى الموازنه بيبقى فيها المرونه او عندها الملاءه او القدره ان هي تستوعب هذا الكم من الزيادات المليارية ب 67 وال 60 وال 70 مليار؟ هو انا عايز اقول لحضرتك دي تعتبر الحزمه الثانيه زي سيادتك ما اشرت من شويه في خلال اقل من 6 شهور، الحزمه الاولى كانت في 1 ابريل 23 يعني من حوالي 5 شهور تقريبا، ودي الحزمه الاستثنائيه الثانيه اللي موجوده في سبتمبر، فبنتكلم عن حوالي 5 شهور. تمام. ال 60 مليار دول الحقيقه مش كلهم خزانه عامه، لكن جزء منهم بتتحمله الخزانه العامه. جزء اخر بتتحمله الهيئات الاقتصاديه من خلال تدبير موارد ذاتيه عندها او فرص موجوده عندها. وبالتالي الخزانه بتجيب منين؟ الخزانه دايما في احتياطيات عامه موجوده في الموازنه العامه للدوله لمواجهه الظروف غير المتوقعه والتي يعني بيبقى في مبالغ كده في الموازنه العامه على جنب يعني عشان اي ظروف طارئه، زي ما جات لنا مثلا كورونا فجاه، زي ما جالنا اي مشكله فجاه. الموازنه العامه فيها دايما احتياطي لمواجهه هذه الظروف الطارئه
التي لم تؤخذ في الحسبان لدى اعداد الموازنه العامه للدوله. فبيتم زي هذا الظرف او هذه القرارات عشان يعني مواكبه الظروف الاقتصاديه، فبالتالي بيتم اللجوء لهذا البند. تمام، صح كده؟ تمام يا رئيس. تمام، بشكر سيادتك، شكرا جزيلا استاذ محمد عبد الفتاح مستشار وزير الماليه لشؤون الموازنه، شكرا جزيلا لحضرتك.